السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نوجد معكم واحد الطويجين باللحم والقوق والجلبانة، كيجي غزال بزاف ولذيذ، وغادي نشارك معكم الطريقة كيفاش تنقيو القوق. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. ونبداو بسم الله. هنا اول حاجه غنديرها غادي نشرمل هاد اللحيمات. هنا ضفت واحد شويه ديال الملح، سكنجبير، الابزار، الخرقوم بلدي، واحد شويه ديال القرفه مطحونه، وهنايا ضفت العطريه ديال اللحم المغوزيه، وضفت واحد شويه ديال زيت الزيتون. هنا عندي هاد جوج فصوص ديال الثوم غادي نحكهم، من بعد غادي نضيف القزبر مقطع، انا كاين عندي في المجمد مقطع. صافي غادي نشرملو مزيان هاد اللحم بهاد العطريه اللي ضفنا ليه، وهنايا كنخلوه في هاد الشرموله واحد شويه على الاقل واحد ساعه باش كيتشرب لينا هذيك الشرموله. صافي هنايا خديت الطاجين ضفت فيه واحد شويه ديال الزيت، انا ضفت غير زيت المائده. صافي غادي نضيف هاد الطريفات ديال اللحم، من بعد من الفوق غادي نضيف البصله مقطعه، غنخلي اللحم مع البصله حتى كيتقلاو ليا مزيان. صافي هنا فاش كنت شرمنت اللحم ضفت واحد شويه ديال الماء وواحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى. غادي نخلي هذاك الماء، من بعد غادي نضيفو للطاجين، من بعد ما غادي تقلى ليا اللحم مع البصله مزيان. وهنايا غادي نقي هاد القوق. هنا اول حاجه كنبداو بها هما كنحيدو هاد الوريقات كاملين، وفاش تكونوا كتنقيو في هاد القوق حطوا حداكم الحامض باش كدهنوه به باش كيحافظ لكم على داك اللون ديالو ما كيكحلش، وحتى اليدين بقاو دهنوهم بالحامض باش ما كيكحلوش، هو راه كيكحل اليدين. المهم هنا بهاد الطريقه غادي نحيد هاد الوريقات. من بعد غادي نبدا نخوي الوسط ديال هاد القوق، ونتمنى اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك. مرحبا بي والف مرحبا، ومرحبا بالمتابعين القدام ديالي، ونتمنى تخلوا لي اللايكات والتعليقات ديالكم.
صافي. من بعد ما حيدت هذوك الوغيقات كاملين، دابا غادي نبدا نخوي في الوسط ديال هاد القوق. وهنايا الا بغيتو تخوي الوسط من افضل تستعملوا المعلقه باش كيبقى الشكل ديال القوق مقاد وزوين. صافي بهاد الطريقه غادي نخوي الوسط ديالو كامل. وديما ما تنساوش دهنوه هكا بالحامض باش كيبقى اللون ديال الرقوق بيض. من بعد ما غنكمل التنقيه ديالهم كاملين، غادي ناخذ واحد شويه ديال الماء في الحامض وغادي نغسل به مزيان هاد القوق. صافي وغادي نضيفوه للطاجين. وكانت هذه هي الطريقه باش كنقيوها، قلت نشاركها معكم، سهله كما كتشوفوا. ودابا نرجعوا للطويجين. هنا من بعد ما خليته حتى تقلى اللحم والبصله مزيان، هنا غنضيف لهم واحد الحبه ديال المطيشه من بعد ما قشرتها وحيدت لها الزغيعه، قطعتها قطع صغيره كما كتشوفوا. صافي ضفتها هكا من فوق البصله. من بعد غادي نضيف الجلبانه وغادي نضيف القوق اللي نقيت معكم. صافي غنضيف واحد شويه ديال الماء وغادي نخلي الطويجين حتى كيطيب. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا في هذا الفيديو، وجدت معكم هذا الطاجين باللحم والجلبانه والرقوق. نتمنى تعجبكم الوصفه، وما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات ديالكم. وغادي نقول لكم بالسلامه عليكم، ان شاء الله نتلاقاكم في فيديو اخر مع وصفات جديدة.